بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله اللي باقي ما انستالش هذا الاندرويد اوتو، اليوم ان شاء الله غادي نفكوا له المشكل. فوالا انا دخلت ليه، هو هذا راك عارفين. المهم دابا كيخدم في التليفون، من بعد راه غادي تخدم. المهم انا غادي نرجع كيدي. اول حاجه خاصكم ديروا هو تانستاليو هاد لابليكاسيون ديال اندرويد اوتو. انا غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا تانستاليو. دونك غادي تدخلوا لجوجل، تكتبوا اندرويد اوتو ابي كا ميرور، اون فوا غادي تكتبوها غادي تخرج لكم هاد لو سيت. هذا هو الاولاني ديال ابي كا ميرور. المهم هاد لابليكاسيون غادي تدخلوا له، تدخلوا لهاد الاول هذا فوالا. اون فوا غادي تدخلوا له غادي يخرج لكم نيشان في هاد اندرويد اوتو جوجل. المهم هنا خاصكم تانستاليو لابليكاسيون. المشكل هنا اللي اكتشفت انا، المهم هذه هي اخر ميزاجور. فوالا غادي ندخلوا ليها، نبركوا عليها بحال هادي داونلود. هادي اخر ميساجور كاين انا ديال 2020. اللي اكتشف هو ان كاين بزاف ديال لي فيرسيون، وكل واحد على حسب التليفون ديالو، على حسب وقال لاركيتيكتور ديال التليفون ديالو. هانتوما كاين لي فاريونت، كاين هادي 54 25 43، كاين 44 كاين 47، كاين بزاف. الور انا ملي كنت جبت واحد التليفون واحد اخر، من درت هذيك اللي خدام بها انا في سامسونج، سميتو مخدمات ليا، سميت واحد ديال شاومي. المهم كنبقى ندير بزاف ديال لي فيرسون باش تخدم لي في التليفون ديالي. دونك نتوما شنو غادي ديروا هنا؟ اول حاجه غادي تيليشارجيو الاولى وغادي تانستاليوها. ها نتوما شوفوا، مثلا انا غادي ندير هادي، غادي ندخل ليها. شو عطاني؟ عطاني الاخر. غادي نجي لتحت، غادي نتسنى هاد الشريط هذا يكمل. وقال هنا على قبل سميتو، وقال على قبل الاشهار والمسائل. المهم اين فوا غادي يكمل، غادي تيليشارجي انا هاد الفاريونت هادي على حساب هاد لاشيكت. ها هي داونلود ابي كا، انا غادي نخليها وغادي ندير داونلود. ها هي عطاتني تيليشارجمون كذا كذا، ها هي الفاريون 43. غادي نتيليشارجي ونانستاليها ونشوف. فوالا هنا ديبي ديال التيليشارجمون، هو تيليشارج بالزربة. انا خدام دابا فين هو؟ فوالا في شي تيليشارجي، ندير انستالي. فوالا شي نو انستالي. دونك هاد الفاريونت هادي ماشي كومباتيبل مع التليفون اللي عندي. دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير عاوتاني نرجع الروتور مره اخرى تنطيح في هادي. دونك حنا درنا 43، دابا غادي نمشي 44 ونشوف. دخل ايه. دونك تعطل عندي عاوتاني، هذا غادي تعطل شحال هنا؟ 13. باقا 8 ثواني. المهم صبروا معاه ماشي مشكل. من بعد غادي نتيليشارجي هاد لا دوزيام فاريون. فوالا هي هادي. فوالا ندير داونلود ابيك. فوالا هاي طلعت ليا هادي 44. ندير تيليشارجي موقلة مع اوفر لو فيشي في البلاصة. انستالي نو انستالي. دونك غادي نمشي عاوتاني للثانية، ندير روتور مرة أخرى، نمشي للثالثة 47. غادي نجرب دابا 47 ونشوف معاها. والمهم اصبروا معايا هانتوما، غادي نتا غادي تلقاو تا انا براسي راه باقي مدرتش لا ميزاجور. من ندير لا ميزاجور نتوما براسكم غادي يبان لكم شنو كاين. فوالا كيما العادة إشهار طق. هذا تقريبا راه فيه شي 20 ميجا. سميتو أنا دابا داير لاخر ديك الكاتر جي إنوي بالزربة، مكتعطلش، ماشي بحال أورانج. ولا عندي أورانج وعندي إنوي دونك بالزربة. فوالا هي أبليكاسيون أنستالي. دونك درنا 47، نمشيو لخرا. دونك نمشيو 48 ونشوفو اش كتقول عاوتاني. شوفو اوري دو فيشي. ولي فو ميتر اجور سيت ابليكاسيون. فوالا 48 خدمات ليا. نو سوغون با بيردي و دوني اكتيال، نو سوغون با بيردي. فوالا نديرو لابليكاسيون نو انستالي. فوالا نعاود نرجع قبل، نعاود نرجع نشوف.
ايه هو هذا اغلى فوالا دونك بلا ما رجع وما عندي هنا حدايا دونك صبار 48 دونك ندير 63 دونك قبل كنت كنرجع دونك هو راه كاينين لتحت بلا ما رجع بلا نعاود نتسنى دابا حنا في 63 الفاريون 63 نديرو داونلود تيليشارجي تيليشارجي فوالا نون انستالي 63 مشات احنا غادي كنجربو في الحدين نعاود ننزل لتحت عاوتاني كنت في 63 دابا غادي نشوف 64 انا راه براسي راه ما عارفش انا بحالي بحالكم كنجرب دابا ما عارفين غادي نخرج تفاصيل انا كانت عندي خدامه ودابا بحال غادي ندير لها الميزاجور ديال هادي ديال 20 جونفي 2020 دونك الفيديو غادي يكون شويه طويل فوالا نعاود نتيليشارجيو طق انستالي تسناو دونك هادي 64 لي خدمت لي انا دابا كل واحد وشنو ابليكاسيون انستالي فوالا اونفان دونك غادي ندير اوفرير ما عرفتش واش تخدم لي ولا خاصني بالنسبه للناس اللي غادي ديرهم في الاول اوفرير راه تقدر ما تخدم ليكمش خاصكم تبرونشو مي كتانستالي الاول وكتقول لك انستالي اين فوا كتقول لك انستالي اوفرير وفتحتيها وما تفتحاتلكش دونك ديك الساعه خاصك تبرونشي مع الطوموبيل حيت ملي كتبرونشي مع الطوموبيل مع الاندرويد اوتو كتاكسبتي عاد ديك الساعه كيخص اكسبتي الاخر هادوك الشروط ديالهم لي كونطرا ودوك التواشه ديال لي ما اكسبت اكسبت كذا المسائل صافي باش يمكن من بعد تخدم عادي وتاكتيفي مثلا الطرواجي ولا الكاترجي وتاكتيفي الجي بي اس وكتخدم والبلوتوث راه اوتوماتيكمون اون فوا كتبرونشي راه كيتاكتيفا اوتوماتيكمون مع السياره ايوا يلا نتمنى حتى واحد ما يبقى عنده هذا المشكل هذا لانني انا براسي عانيت قبل من بس زعما باش نكونيكت التليفون ديالي مع سميتو كتشوف عندك اكرون ما مستغلوش ايوا دونك هادشي اللي كاين نتمنى اي واحد انستالا سميتو نتمنى لو غوتور نعرف بان بنادم راه استافد هادشي اللي كاين يلا شكرا نتمنى كلشي انستالي تهلاو ليا فراسكم